السلام عليكم طلاب وطالبات العلوم الطبية التطبيقية في جامعة الإسراء. بنستكمل شرح الشق النظري من المعامل لمساق الجنرال بيولوجي لاب اللي هو معمل الأحياء العامة لطلاب السنة الأولى طلاب التحاليل الطبية. شرحنا المعامل السابقة بنفس الطريقة، الشق النظري عن طريق المحاضرات المسجلة والشق العملي بيتم تطبيقه في معامل الجامعة. بالنسبة لللاب السادس أو المختبر السادس راح يحكي عن المجهر. المجهر اللي حيكون عندكم ابتداء من السنة الأولى للتحاليل الطبية لحتى تتخرجوا وتشتغلوا إن شاء الله. The microscope أو المجهر، the microscope is an essential tool in modern biology، هو عبارة عن أداة مهمة في علم الأحياء. الميكروسكوب بخلينا نشوف الأشياء التي لا ترى بالعين المجردة، مثل إن نشوف الخلايا، خلايا مثلا خلايا لجسم الإنسان أو خلايا من أعضاء معينة، ممكن إني أشوف خلايا نباتية مثل خلايا البصل تحت المجهر، ممكن إني أشوف خلايا من داخل فم الإنسان وأشوفها تحت المجهر وأصبغها. طبعا الخلايا الغير مصبوغة بتكون حنشوفها إن شاء الله في العملي. الخلايا الغير مصبوغة بنشوفها تحت المجهر، ولكن الخلايا بتكون رؤيتها كتير أفضل إذا إحنا صبغناها بصبغات معينة. كل نوع خلايا له صبغات بيختلف عن الآخر، بنشوفها إن شاء الله في المعمل. بالنسبة للمجهر خلينا نحكي إنه بيقوم بعملية تكبير للأشياء التي لا نراها بالعين المجردة، وطبعاً الشغل على المجهر بده خبرة. كل ما كنا شفنا عينات أكثر على المجهر واشتغلنا عليه أكثر، كل ما كنا فاميليال معاه بشكل أفضل. اللايت مايكروسكوب بيعتمد على الفيزيبل لايت الضوء المرئي، وبيعتمد على الجلاس لينسز على العدسات حتى يكبر السمول اوبجكتس او العينه. حتى يكبر بده الضوء المرئي، وبده عندنا العدسات اللي هو راح نشرح ان شاء الله كيف بيشتغل بالضبط. بالنسبه لانواع المجاهر الكاينز اوف لايت مايكروسكوب، انواع الميكروسكوب الضوئي او المجهر الضوئي، في له عده انواع. النوع اللي راح نشتغل عليه اللي هو الكومباوند لايت مايكروسكوب، في منه نوعين، في مونوكيولر وفي بايوكيولر، اللي هي اما ان يكون له عين واحده زي ما انتم شايفين في عين واحده في النوع الاول مونوكيولر، وفي عندنا الباي اللي هي مقصود فيه بالعينتين بنشوفه، يعني المونو بنشوفه بعين واحده، الباي بنشوف عن طريق استخدام عينينا الاثنين. وفي عندنا نوع بيسمى ديسكشن لايت مايكروسكوب. بالنسبة إحنا لإلنا رح نشتغل على الميكروسكوب الضوئي اللي بيحتوي على عينين، وبالعينين اثنين عدسات عينية. ضروري إنه أدربكم وتتدربوا على إنكم تشوفوا العينة باستخدام التو آيز ومش باستعمال عين واحدة، لإنه باستخدام التو آيز بنكون أريح في استعمال الميكروسكوب الضوئي. بالنسبة لاسم الكومباوند لايت مايكروسكوب اللي راح تشتغلوا عليه، كلمة لايت مقصود فيها الطريقة اللي بيتم سقوط فيها الضوء على العينة. يعني احنا بنستخدم الضوء المرئي عن طريق لمبة بتتشغل في الميكروسكوب من تحت، هذا الضوء بمر بالعينة وبنستطيع عن طريقها رؤيتها بالعين المجردة عبر الميكروسكوب. كلمة كومباوند إنه بيتكون من أكثر من عدسة واحدة، إذا هو compound microscope. كلمة microscope microscope، micro مقصود فيها small، scope view، إذا هو بيرى الأشياء الصغيرة جدا. هذا كلمة light compound microscope معناها light بالنسبة للضوء، compound إنه بيحتوي على أكثر من نوع واحد من العدسات. الميكروسكوب معناها مايكروسكوب مقصود فيها إنه بشوف الأشياء الصغيرة. الشغلات اللي راح نستعملها خلال المعمل هي الميكروسكوب، شرائح الميكروسكوب، غطاء الشرائح أو اسمه الكومباوند مايكروسكوب، المجهر الضوء اللي حنستعمله،
مايكروسكوب سلايدز اللي هي العدسات، عفوا الشرائح اللي بنستخدمها اللي هي شرائح الميكروسكوب، كفر سليبس غطى الشريحة، دروبرز المقصود فيها اللي بنستخدمها لحتى نحط الصبغة أو المية، وشفتوها في المعمل الأول للأحياء، لينز بيبر اللي هو الورق اللي بننظف فيه العدسات لأن حنستعمل صبغات، هذه الصبغات إذا وصلت للعدسة بتخربها، فبالتالي ضروري ننظفها باللينز بيبر اللي هو الورق الخاص بالعدسات. في عنا عينات بيولوجية بيولوجيكال سبيسمنت زي مياه بركة، وفي عنا اللي هو prepared slides اللي هي بتكون عبارة عن أوراق مطبوعة زي ورقة جريدة بخط صغير، كيف بشوفها أنا تحت الميكروسكوب. طبعا الميكروسكوب بشوف الشغلات حتشوفوها خلال المعمل، مش بالصورة اللي احنا بنشوفها بالعين المجردة، بتشوفوا كيف بشوف الأشياء من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى. بالنسبة للميكروسكوب ضروري إن نهتم جدا بطريقة حمله من مكان إلى آخر. بالنسبة للبنش زي ما علمتكم في أول معمل، ما منحط أي إشي زجاجي أو أي إشي ممكن إنه يوقع من البنش لتحت، حتى الميكروسكوب بحطه في نص البنش لأنه أي حركة بالدراع ممكن أنه يسقط هذا الأداء وممكن أنه ينكسر، فبدنا نحافظ عليه لأنه يعتبر جهاز إكسبنسيف مش رخيص، فبالتالي منقوم بعملية حمله بالطريقة الصحيحة. حمله الصحيح أن يكون إيد على الدراع وإيد على القاعدة، بالتالي بستطيع أني أحمله بالطريقة الصحيحة. طريقة حمله بالشكل هذا اللي أنتم شايفينه خاطئة، أني أحمله بإيد واحدة ومن نص الجهاز، لا هذا غلط، أمسك إيد على الدراع وإيد على القاعدة التحتانية. بالنسبة للميكروسكوب ضروري دائما أني أخليه على عدسة الأربعة اللي هي أصغر قوة تكبير، أحطه على عدسة الأربعة وأسيبه، هذا الكلام قبل استعماله وبعد استعماله. خلال الاستعمال راح أعلمكم كيف تستعملوه إن شاء الله بالطريقة الصحيحة. بعد ما أخلص استعماله ضروري أني أغطيه لحتى أحافظ عليه من الدست أو من الغبار. الميكروسكوب زي ما حكينا فيه منه أنواع، حشرح لكم إن إيش تركيب الميكروسكوب، ورح نشوف إن شاء الله كل طالب حيشوف ميكروسكوب حيكون أمامه ويشوف تركيبه. كل هذا اللي أنا بحكي لكم إياه بتكتبوا النوتس كأنه تحضير للمعمل لحتى تشوفوه إن شاء الله تطبيقيا في المعمل. خلينا ناخد الميكروسكوب من الأسفل إلى الأعلى. بتلاحظوا في قطعة اسمها بيز، بيز يعني قاعدة، القاعدة هذه بتحتوي على المصدر الضوئي. يعني إيش محطوط على القاعدة؟ بتلاحظوا أنه عليها لمبة، في لمبة بتحتوي على Source of Illumination اللي هو المصدر الضوء، Light Source Illumination المقصود فيها الإضاءة أو Light Source، بتحمل كل أجزاء الميكروسكوب، يعني القاعدة فوقها بيجي كل أجزاء الميكروسكوب. بتستخدم في حمل المجهر لأن حكينا إيد حتكون على البيس هذه والإيد الثانية على الدراع أو على الأرم. نيجي للأرم، هذه البيز. الحين بدنا نشوف الأرم، الأرم هذه اللي على الجانب الدراع، الأرم تستخدم في إمساك المجهر حتى نحركه من مكان إلى آخر، وكمان هو الأرم أو الدراع هذا هو اللي بيكون حامل أو الهولد للستيج وللنسز، هو اللي حامل للعدسات بصورة عامة. بتلاحظوا كل أجزاء الميكروسكوب تقريبا ممسوكة على الدراع، حامل العدسات العينية وحامل للأشياء اللي تحت هو، فإذا بيساعد على إمساك الميكروسكوب وبيحمل الستيج والعدسات وبيربطهم بالقاعدة. بالنسبة للميكانيكال ستيج ود كليب، ميكانيكال ستيج هذه الستيج اللي موجوده في الشكل اللي امامنا اسمها ستيج او ميكانيكال ستيج. ميكانيكال ستيج سموها عشان بتتحرك، هي القاعده اللي بتتحرك عليها الشريحه، بنكون حاطين عليها الشريحه وبنحركها من اسفل الى اعلى. هي عباره عن ميتال بيس، هي عباره عن قطعه معدنيه بتستخدم في تثبيت او تو فيكس ذا سلايد ان بليس اون ذا ستيج، حتى نثبت الشريحه على الستيج. هذا شغل الستيج. الستيج نفسها الستيج بتحمل الشريحة وبتحتوي زي ما انتم شايفين مكان الشريحة في هول أو في ثقب حتى يسمح بمرور الضوء عبره للشريحة، لأن الضوء منشغل الضوء أو اللمبة الضوء هذا بيطلع بمر
عبر الثقب هذا حتى يوصل للشريحة، وبكون في أجزاء قبل بعد الضوء هذا رح نحكيها إن شاء الله خلال شرحنا لتركيب المجهر. في عنا ستيج مانيبيوليتورز، محركات الستيج. إيش بحركها الستيج هذا من أسفل إلى أعلى ومن أعلى إلى أسفل؟ في منلاحظ عنا نوبس أو مقبض بيستخدم في حركة الستيج هذا في جميع الاتجاهات. إذا في عنا قطعة لحتى تحركه في جميع الاتجاهات هذا الستيج، ورح نشوفها إن شاء الله في العملي. اللايت سورس أو مصدر الإضاءة أو بنسميه إليمينيتور سورس، مصدر الإضاءة اللي هي اللمبة اللي موجودة تحت، هي عبارة عن لايت بامب أو مصباح ضوئي محطوط on the base اللي هي تحت الكوندنسر، لأنه في عنا ضوء وبعد الضوء بيجي تحت القاعدة في شغلة اسمها كوندنسر أو مكثف لهذا الضوء حتى يكثف للضوء الساقط على العينة. طيب الكوندنسر، خلينا نروح على سلايد تاني أوضح بالنسبة لهذا الجزء اللي بشرح عليه. هنا زي ما انتم شايفين شرحنا قبل قليل بالنسبة للقاعدة اللي بتنحط عليها الشريحة. القاعدة اللي بتنحط عليها أو الستيج فيها ملقطين، هدول عشان يثبتوا لي الشريحة، وهي الستيج في صورة تانية كمان. هذا عندي الستيج بالشكل هذا. الستيج هذه فيها زي ما انتم شايفين ستيج هولدر أو قطعة حديدية بتثبت الشريحة، وفي عندي هنا نوبس أو زي شغلتين ملفوفين عشان يتحكموا لي في حركة الستيج. هذا اللي على اليمين موجود اللي هو Translation Control Noob، هذا بحرك لي القاعدة هذه في جميع الاتجاهات. طيب عندي هنا حكينا انه بعد زي ما انتم شايفين في عندي لايت او لمبة، في عندي بعدها شغلة اسمها Iris Diaphragm، وفي عندي كوندنسر او مكثف، وفي عندي كمان كوندنسر ادجستمنت، في شغلة بتتحكم لي كمان في المكثف. بالنسبة للمكثف او الكوندنسر هذا بيقوم بعملية، بيكون فوق المصدر الضوئي وبقوم بعملية تكثيف الضوء. هذا بقوم الكوندنسر بعملية تكثيف الضوء الموجود فوق، يعني في عندي مصدر ضوئي وهذا كوندنسر بقوم بتركيز الضوء المار على العينة الموجودة على الشريحة. طيب في عندي شغلة سميناها آيريس ديافرام. آيريس ديافرام هذه موجودة تحت الكوندنسر زي ما انتم شايفين في الصورة، موجودة تحت الكوندنسر، أو هنا كمان في إلها صورة أخرى. هاي الأيرس ديافرام بكون محطوط عليه أرقام معينة. طبعا هذا ما تلعبوش فيه في المعمل لأنه مضبوط المجهر في الأشياء هذه، بس تشوفوا الجزء هذا كيف محطوط على الميكروسكوب. هدول شغلهم أنه بيحتووا على شرائح معدنية أو series of overlapping metal plates، صفائح معدنية بتتداخل بشكل أنه يزبط لي الفيلد اللي هي الدائرة اللي أنا بشوفها تحت الميكروسكوب، لحتى نضبط هذا الفيلد ونشوفه بشكل كامل. بالنسبة للشرائح الغير مصبوغة أو الشرائح المصبوغة لكن لونها فاتح، الضوء الخافت بكون أفضل. يعني كل ما كانت عندنا الشريحة غير مصبوغة ضروري إن نقلل الضوء الساقط على الشريحة، لأنه في عندنا شغلة بتتحكم لنا في الضوء بتخفضه أو بترفع الضوء الساقط على الشريحة. كل ما كان الضوء هذا أقل الشريحة الغير مصبوغة بتكون أوضح، لكن الشريحة لما تكون مصبوغة بنستخدم الضوء الأقوى. العدسات اللو أو اللي قوة تكبيرها قليلة بتحتاج لإضاءة ضعيفة، وكل ما كانت العدسات قوة تكبيرها أكبر بتحتاج لإضاءة أكثر. في عنا كمان إذا بتلاحظوا في عنا هذا اللي هي العدسات الشيئية، في قرص دائري حامل لهذه العدسات الشيئية، هذا بيسمى revolving nose piece.
هذا بيحمل العدسات الشيئية اللي هو نوز بيس أو قطعة دائرية ريفولفينج دائرية الشكل، هذه بتحمل الأوبجكتيف لينسز أو بتحمل العدسات الشيئية اللي بنشوف فيها الشيء اللي بدنا نكبره. ريفولفينج معناها روتيتينج أو دائري، هذا بخلي له أماكن معينة. في عندي أربع عدسات، في قوة تكبير أربعة وفي عشرة وفي أربعين وفي مية. وإيش بيعمل؟ إذا بتلاحظوا في المعمل لفوا هذا القرص الدائري، كل ما منغير من عدسة لعدسة بيعمل صوت كليك كليك أو طقطقة. هذا الكليك معناها إن انتقلنا من عدسة إلى عدسة أخرى. بالنسبة للأوبجكتيف لينسز، الأوبجكتيف لينسز أو العدسات الشيئية، في إذا بتلاحظوا في ألوان لإلها، في خط بكون أصفر، في خط أحمر، في خط أزرق وفي خط أبيض. كل وحدة بترمز لقوة تكبير معينة، والعدسة أربعة بتكون طولها قصيرة، العدسة عشرة أطول، أربعين أطول، المية كمان بتكون عدسة طويلة، وحتشوفوها في المعمل. الفور لينسز هدول الأوبجكتيف لينسز أو العدسات الشيئية، كل واحدة منها إلها قوة تكبير. في عنا قوة تكبير أربعة، في عشرة، في أربعين، وفي عنا قوة تكبير اللي هي مية. هذا بالنسبة لقوة تكبير العدسة الشيئية. أما الماجنيفيكيشن، قوة تكبير بالنسبة للميكروسكوب، بتساوي قوة تكبير العدسة العينية مضروبة في عدد في قوة تكبير العدسة الشيئية. بالنسبة للأوكيولر لينسز، خلينا نشوف التركيب الميكروسكوب من جديد. هنا في عنا أوكيولر لينسز اللي هي العدسة العينية اللي بتكون عيني جنبها، أوكيولر لينسز أو آي بيس لينسز. هذه عادة قوة تكبيرها بتكون 10، بتكبر الصورة. التكبير أو الماجنيفيكيشن بساوي قوة تكبير العدسة الشيئية مضروب في قوة تكبير العدسة العينية. لما أنا بدي أحسب قوة تكبير العدسة أربعة، بضرب أربعة ضرب عشرة بطلع لي أربعين. في عنا بين العينتين إذا بتلاحظوا في مسافة، شوفوا الصورة اللي على اليمين، بين العينتين في مسافة، هاد بتتكبر وبتتصغر حسب مسافة كل شخص اللي بين التو آيز. في بين العينين، إذا لاحظتوا أفراد عيلتكم بتشوفوا المسافة ما بين العينتين بتختلف من شخص لآخر، بالتالي إحنا منظبطها، كل طالب بزبطها على الميكروسكوب اللي هو بشوفه أمامه حسب المسافة اللي ما بين العينين. طيب بالنسبة للبودي تيوب، بودي تيوب المقصود فيها الأنبوب اللي فيه في آخره عندي العدسة العينية، أو الأنبوب اللي بيحمل العدسة العينية. هذا الأنبوب الأسود اللي أنتم شايفينه، هذا اللي ما بين العدسة العينية وما بين باقي الميكروسكوب، هذا في عندي أنبوب لونه أسود. هذا الأنبوب اسمه بودي تيوب، هذا يعتبر من أجزاء الميكروسكوب، يحمل العدسة العينية، بيحتوي على فلترز وبريزمز أو منشور، هذا بيعمل وضوح للصورة حتى نشوفها بالعدسات العينية. في عندي قرصين دائريين على جنب الميكروسكوب، واحد اسمه كورس وواحد adjustment، واحد اسمه fine adjustment. خلينا نشوفه يمكن في الشكل هذا أوضح. في عندي coarse adjustment وفي عندي fine adjustment للميكروسكوبات اللي عنا بهذا الشكل. coarse adjustment اللي هو الكبير، والدائرة الأصغر اسمها fine adjustment. coarse adjustment بحدد فيه الفيلد اللي موجود للشريحة، بعد هيك الفاين ادجستمنت بوضح لي بشكل اكثر. طبعا لما تطبقوه عمليا رح تعرفوا ايش اللي بحكي. الباور سويتش اللي هو الزر اللي بيكون لللمبه، مرات بيكون على جنب ومرات بيكون في الميكروسكوب من ورا لحتى نضوي الضوء او نطفي. بالنسبه لقوه تكبير الميكروسكوب او الماجنيفيكيشن للميكروسكوب، هي عندنا كمان صورة بتوضح لي أجزاء الميكروسكوب. هي عندي القاعدة من تحت نبدأ، البيز، في لايت أو ضوء، في عندي كورس أدجستمنت، في عندي فاين أدجستمنت، دائرة كبيرة ودائرة صغيرة، في عندي الستيج اللي هي بنحط عليها الشريحة ومنثبتها بملقطين، في عندي العدسات الأوبجكتيف، وفي عندي العدسات اللي هي الشيئية، وفي عندي عدسة عينية، في عندي الذراع أو الأرم. كيف بيسقط الضوء؟ زي ما انتم شايفين في هذه، بالنسبة لهذا السلايد بتشوفوا انه الضوء بيكون مصدر الضوء تحت في الميكروسكوب الضوئي.
هذا الضوء بيسقط على العينة عبر الدائرة هذه اللي موجودة في الستيج المفتوحة، بيسقط على العينة. بعد هيك بإمكاني أشوفه عن طريق العين المجردة، لأنه بمر بالعدسة الشيئية ثم العدسة زي ما أنتم شايفين العينية حتى يوصل إلى العين ونشوف الصورة تحت الميكروسكوب. في عندي عشان أشتغل على الميكروسكوب في مصطلح اسمه ماجنيفيكيشن. ماجنيفيكيشن اللي هي قوة التكبير، يعني أنا عندي عينة بدي أعرف هذه العينة أكم ضعفها كبر لي إياها الميكروسكوب. ففي عندي شغل اسمها ماجنيفيكيشن باور. الماجنيفيكيشن باور هي كم قوة تكبير هذا الميكروسكوب للعينة اللي أمامي. أنا شايفة خلية معينة، طب كم كبرها هذا الميكروسكوب؟ ففي مصطلح اسمه ماجنيفيكيشن باور. إذا كانت العدسة 4 بنضربها، اللي هي عدسة قوة تكبير العدسة الشيئية، إذا كانت 4 مضروبة في عدد في قوة تكبير العدسة العينية اللي هي 10، فبنحكي إنه الماجنيفيكيشن لإلها بكون 40. طب في شغلة اسمها اللايت مايكروسكوب أو الميكروسكوب الضوئي، بكبر أقصى تكبير لإله 1000 تايمز، يعني لألف مرة ضعف الشغلة اللي أنا شايفاها أو العينة اللي أنا شايفاها بالعين المجردة. بالنسبة للريزوليوشن، ريزوليوشن إني كل ما أكبر بالنسبة للكاميرا، لأي صورة كاميرا كل ما كبرت الصورة وظلت واضحة معايا معناها الريزوليوشن أفضل. إذا هي القدرة، لو بدي أعرفها إيش هي ريزوليوشن، الريزوليوشن هي القدرة على إني أميز بين نقطتين بشكل أفضل. كل ما كان التمييز بشكل أفضل كل ما كان الريزوليوشن أفضل. شوفوا هنا بالنسبة كيف بدنا نحسب قوة التكبير. التوتال ماجنيفيكيشن بالنسبة للميكروسكوب هو قوة تكبير العدسة العينية مضروبة في قوة تكبير العدسة الشيئية. عندنا حكينا في 4 عدسات، في عندنا عدسة اسمها سكانينج اوبجكتيف، العدسة اللي هي قوة تكبيرها 4 مضروبة في قوة تكبير العدسة العينية، بيطلع عندنا الماجنيفيكيشن 40. طب في عندنا عدسة ثانية قوة تكبيرها 10، هذه 10 مضروبة في قوة تكبير العدسة العينية بيطلع قوة التكبير أو الماجنيفيكيشن 100. قوة العدسة الشيئية اللي هي 40 مضروبة في 10 قوة تكبير العدسة العينية فبطلع التكبير 400. طب إذا كان عندنا 1000، 100 قوة تكبير ال 100 اللي هي عدسة الأويل أو الأويل إيميرشن مضروبة في 10 بطلع عندنا التكبير 1000. في عندكم في القاعدة اللي زي هي الموجودة في أعلى السلايد اللي هي التوتال ماجنيفيكيشن بتساوي الأوكيولار ماجنيفيكيشن اللي هو قوة تكبير العدسة العينية ضرب مضروبة في الأوبجكتيف ماجنيفيكيشن اللي هو قوة تكبير العدسة الشيئية. في عندكم جدول راح يكون في الريبورت الخاص بالتجربة، بنحط فيه السكانينج واللو باور والهاي باور، ايش هي قوة تكبير العدسة الشيئية وقوة تكبير العدسة العينية والتوتال ماجنيفيكيشن، راح تفرغوها على هذا الجدول. طيب كيف أنا أشوف صورة معينة عن طريق الميكروسكوب؟ بحط الشريحة على الستيج وببدأ دائما بالعدسة 4، ببدأ بعدسة 4 بشوف الشريحة على عدسة 4 وبعد هيك بنتقل لعدسة 10، لكن لا أستخدم الطريقة بشكل عكسي، يعني أني أنا أحط على عدسة 40 وأبدأ أضبط المجهر، لا، ببدأ دائما بالعدسة الصغيرة اللي هي 4 أو 10 وبنتقل بعدها للـ40. في شغلة اسمها working distance. working distance إذا بتلاحظوا كل عدسة في بينها وبين الشريحة مسافة معينة اسمها working distance. إذا working distance is the distance between the stage and objective lens، هي المسافة ما بين القاعدة والعدسة الشيئية. لأنه because objective lenses vary in length، لأنه العدسات الشيئية بتختلف في طولها. The working distance will change. هذه المسافة اللي سميناها working distance حتتغير كل ما أنا
لما اعمل تشينج او سويتش فروم وان اوبجكتيف لينز لاوبجكتيف لينز اخرى، كل ما اعمل تغيير من عدسه شيئيه لعدسه شيئيه اخرى بجد انه الوركينج ديستانس زي ما انتم شايفين في الشكل الواضح امامكم بتتغير. فبيجي عندي زي ما في الجمله اللي امامكم ان مايكروسكوب ماجنيفيكيشن انكريز، كل ما انا زودت الماجنيفيكيشن او قوه التكبير الوركينج ديستانس مفروض انها تزيد ولا تنقص؟ زي ما انتم بتلاحظوا في الشكل اللي امامكم كل ما بزيد قوه التكبير الوركينج ديستانس ديكريز، وراح تشوفوها ان شاء الله في المعمل. اذا الوركينج ديستانس ديكريز. في عندنا كمان شغله ثانيه اسمها الدياميتر اوف فيلد، دياميتر اوف فيلد اوف فيو او بنسميها دي اف في، اللي هي المساحه اللي ممكن اني اشوفها تحت الميكروسكوب، قطر المجال اللي انا بشوفه. لما انا اشوف على عدسه الاربعه، وراح تشوفوها في العملي، لما بشوف على عدسه الاربعه بشوف مساحه اوسع من العينه، على العشره بتكون اقل، على 40 بتكون اقل من العشره. اذا في عندي انا شغله اسمها دياميتر اوف فيلد اوف فيو اللي هي قطر المجال اللي انا بشوفه، بيختلف حسب العدسه الشيئيه. كل ما زدت انا العدسه الشيئيه زاد تكبيرها، يعني من 4 ل 10 وبعدين اصل ل 40، هذا الدياميتر بلاحظ انه بقل، يعني بكون 4 ملم على عدسه الاربعه بصير 1.6 ملم على عدسه العشره، بعدها بصير 0.4. يعني انا كل ما كانت قوه تكبير العدسه اكبر كل ما شفت مساحه ادق، مساحه او دائره بتكون اصغر، صرت دقيقه اكثر في الصوره، وراح تشوفوها ان شاء الله لما تشوفوها بشكل عملي. في عندكم هنا بكون جدول بدكم تعبوه انه ايش الدياميتر اوف فيلد اوف فيو في العدسات الاربعه اللي هي السكاننج، في عدسه السكاننج عفوا واللو باور والهاي باور، و بالمليمتر، وفي بالمايكرو كان بتكون طبعا بتحولوا من مليمتر لمايكرومتر. هنلاحظ قاعدة عامة انه كل ما كنت انتقلت من عدسة الاربعة للعشرة وبعدين للاربعين الدياميتر اوف فيلد للفيو بصير اقل، بالنسبة للدبث اوف فوكس بصير ثينر، وبالنسبة لللايت اللي بدي استعمله انه يكون داركر. إذا بدي عنا الدبث اوف فوكس حكينا عنه، بدي إذا بدي أشوف أوريكم في عنا كتير أنواع من الشرايح للميكروسكوب، مش بس الشريحة اللي بتشوفوها في المعمل، لا إذا اشتغلتوا في هذا المجال راح نشوف إنه في أنواع من الشرائح بالشكل هذا. في أنواع شرائح بتكون مقسمة لثمان أجزاء، في أنواع بتكون مقسمة لأربع أجزاء، في لجزئين، في بتكون حفتها ملونة بالشكل هذا وبكون سعرها أغلى اللي هي بنسميها فروستد إند، بكون حفتها حتى نكتب عليها البيانات للمريض، رقمه، نوع الشريحة، تاريخ عمل العينة. في شرائح بتكون بنسميها permanent slides، في شرائح بنشتريها جاهزة بتكون عليها العينة وبتكون الشريحة مغطاة بغطاء شريحة وبتكون فيها عينة معينة وهذه بنشوفها لمدة سنين. في temporal slides اللي هي بنشتغلها في المعمل بنشوف عليها العينة وبعد هيك بنتخلص منها، اللي هي بنسميها مؤقتة، شرائح مؤقتة. إذا في عنا نوعين من الشرائح، في شرائح دائمة وفي شرائح مؤقتة، إني أنا أشوف عليها الشريحة وبعد هيك أتخلص منها. كيف أنا أستخدم الميكروسكوب؟ طبعا استخدام الميكروسكوب أول شغلة بتأكد إنه الشريحة تكون نظيفة، بعد وبتأكد إنه غطى الشريحة يكون نظيف إذا بدي أستعمل غطى الشريحة، بحط العدسة، بتكون العدسة الستيج بخليها لتحت وببدأ إني أرفعها شوية شوية لحتى أشوف الفيلد بشكل واضح، بثبت الشريحة مكانها
وببدأ إني أتحكم في الميكروسكوب زي ما حنعلمكم إن شاء الله، لحتى أشوف الشريحة، بشوفها على عدسة التكبير اللي هي 4، وبعد هيك بنتقل للـ10 ثم إلى الـ40، وبتحكم بالإضاءة الساقطة على الشريحة لحتى أشوفها بشكل أفضل. أول شغلة بظبط الفيلد عن طريق الكورس أدجستمنت، بعدين عشان أكون أدق بالفيلد أدجستمنت راح نوريكم إن شاء الله في كيف بنشوف تحت الميكروسكوب 3 خيوط، واحد أصفر وواحد أحمر وواحد أسود أو أزرق، كيف بشوفها، مين الخيط اللي بكون حشوفه تحت الميكروسكوب تحت، ومين يكون في الوسط ومين يكون أعلى، بشوفها على عدسة الأربعة وبشوف مين في اللي هو تحت ومين في الوسط ومين أعلى، مين في البوتوم، مين ميدل ومين توب، وفي عدسة الـ10 بشوف هل بإمكاني إني أشوف الخيطان في البوتوم وفي الميدل وفي التوب أو لا، وإيش اللي بشوفه بالضبط. حنعمل كمان إن شاء الله شرايح ل ويت ماونت، اللي هي في بكون عندي شريحة بحط عليها نقطة ماء وبحط عليها العينة اللي بدي أشوفها، مثلا باخد مية بركة وبغطيها بغطى الشريحة وبشوف الشريحة تحت المجهر. بالنسبة لغطى الشرائح في عندي نوعين، في 22 × 22 مليمتر اللي هو بكون شكل مربع، وفي عندي غطى الشريحة بكون كبير، بكون طويل أطول من اللي شفناه سابقا اللي هو بشكل مربع. تحت الميكروسكوب بشوف الشغلة بالعكس ما بشوفها في الواقع، يعني حخليكم تشوفوا حروف، مثلا حرف E مكتوب على ورقة بنشوفه تحت الميكروسكوب بالشكل هذا زي ما هو أمامكم. إذا لما أتجه في الميكروسكوب لأعلى بلاحظ عيني بتشوف الإشي لأسفل، لما أتجه بالميكروسكوب لليمين بشوف إنها بتروح للشمال، حتطبقوا هذا الشغلة بشكل عملي وحتشوفوا بتفسير أكتر. لما نشوف مية بركة رح نشوف أشياء مختلفة تحت الميكروسكوب، ممكن إني أشوف أي شغلة من الأشياء هذه اللي أمامكم في مياه البركة. بالنسبة لكيف أني أنا بعد ما أخلص أني أنظف الميكروسكوب، الميكروسكوب برجعه دائما على عدسة الأربعة، الستيج تكون لتحت وبنظف، وشغلة كثيرة بنشدد عليها أنه ضروري الطالب يسيب العدسات تكون كلها نظيفة، يعني كل عدسة أنتوا استعملتوها، حنستعمل إن شاء الله تشوفوا عينات مصبوغة وعينات غير مصبوغة، لما نشوف بالصبغة ممكن أنه الصبغة تلمس هذه العدسات خلال ما إحنا بنشتغل، فبالتالي ضروري يتأكد كل طالب أنه نظف العدسات باستخدام اللينس بيبر وباستخدام 70% الكحول، بنظف كل العدسات بشكل جيد قبل خروجه من المعمل. إذا بنستخدم only lens paper، مش أي نوع من أنواع الورق، حتى أنظف اللينسز، ما بستخدم الورق العادي الفاين العادي، وما بستخدم أي شغلة إلا الكحول لأني أنظف الشرائح. في عندي شغلة زي تشيك ليست بتأكد أني أنا عملت كل الأشياء هذه قبل ما أني أخلص شغلي على الميكروسكوب، بتأكد أنه يعني قبل ما أنهي العمل، بتأكد أنه الميكروسكوب ستاند أوف، طفيت الضوء، سكانينج باور محطوط على عدسة الأربعة، الميكانيكال ستيج تكون لتحت اللي هي الستيج اللي عليها الشريحة، كل السلايدز تكون أزلتها من على الستيج وضبيتها في مكانها الخاص، اللايت ادجستمنت بيكون بالنسبة للمصدر الضوئي بيكون مطفي، بالنسبة للكورد أو السلك أكون لافه بالطريقة الصحيحة حوالين المجهر ورح نوريكم خلال المعمل، والميكروسكوب يكون مغطى بغطى الميكروسكوب حتى ما يصيبه غبار. إن شاء الله راح نشوف خلال هذا المعمل، خلال المعمل هذا حنشوف عينات لخيوط كيف شكلها، وعينات لحروف مكتوبة برينتد زي نيوز بيبر أو جرائد، ونشوف كيف منشوفها تحت المجهر لحتى أشوف كيف المجهر بالضبط بشوف الأشياء. وإن شاء الله المعمل القادم رح نشوف خلايا بصل كنموذج للبلانتسل، ورح نشوف خلايا من داخل الفم كنموذج لخلايا حيوانية. شكرا على استماعكم، وإن شاء الله التطبيق العملي رح يكون خلال المعمل.